بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس والإعجاب والتعليق للاستفسار. معكم الآن السيارة تويوتا لاند كروزر V6 GXR. نستعرض تفاصيل السيارة موديل 2020. السيارة تأتي بفوانيس زينون، فوج لايت، مخخات على الفوانيس، وليد أمامي وليد خلفي. جنوط سبور، فليشر مرايات، نواكل على المرايات، عتب جانبي، جنش تعليق، نستعرض من الداخل الآن. فرش جلد كامل، كراسي كهرباء مع طبعا الاساسيات، تكييف باور سنتر كاسيت، 4 زجاج كهرباء، طارة مالتي ميديا بلوتوث، مثبت سرعة، فتحة سقف، تيز غرز، فانوس، تكييف خلفي، تكييف خلفي ايضا في السقف، في كراسي الكنبة الخلفية، الشنطة على جزئين يا جماعة، مش زي القديمة كانت على كراسي خلفية، استبن من أسفل، السعر ان شاء الله في التفاصيل. التعليقات، انتظرونا فيديو جديد، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة. شكرا لحضراتكم.